احنا رايحين استخدامات يوزد تو اولى ثانوي. يوزد تو معناها اعدادا، وبيجي على طول بعديها انفينيتيف، يعني فعل من غير اضافات. يعني الجمله دي مثلا I used to help mother، انا اعتدت، انا اعتدت ان في الماضي، يعني معناها I helped mother، معناها ان انا كنت بساعد امي. I used to help mother، كنت متعود اساعد امي. طب لما اجي اعمل لها نيجاتيف، اقول I didn't use to help mother، يبقى انا عندنا used to و didn't use to، الاثنين بيجي بعديهم infinitive، فعل من غير اضافات. I used to help mother. خلي بالنا ان used to، ان used to لو جه قبليها كلمة used to اهيت، لو جه قبليها am او is او are او was او where، او كلمة get او كلمة become او الماضي منهم، يعني got او become، يعني مثلا I am used to، يعني انا متعود دلوقتي على حاجة. He is used to، يعني هو متعود دلوقتي على حاجة. He was used to، يعني هو كان متعود على حاجة. لو جه قبلي حاجة من الحاجات دي قبل used to، هيجي بعديها الفعل زائد ing. يعني الجملة دي I used to help mother، طب أنا لو حطيت قبليها am هقول I am used to helping mother. لو حطيت قبليها was I was used to helping mother. لو حطيت قبليها got I got used to helping mother. يبقى used to لوحديها بيجي بعديها infinitive، لكن لو جه بعديه قبليها am أو is أو are أو was أو where اللي هو verb to be كله، أو كلمة get أو become، بيجي بعديها الفعل زائد ing. بص على الجمل دي I used to walk to school، أنا كنت متعود أمشي للمدرسة. but now، but now I ايه هي used to دي؟ لما جم فيها هقول didn't used to أو did used to. يبقى didn't used to لما أجي أقول دلوقتي بقى but now I don't، يعني didn't أخليها don't. he used to walk to school، هو كان متعود يروح للمدرسة. but now لكنه دلوقتي he doesn't. يبقى دلوقتي used to زائد مصدر أهم فيها، قول but now لكنه دلوقتي لا يفعل ذلك. but now I don't، but now he doesn't. حطينا هنا doesn't لأن he مش هينفع تاخد don't، هي بتحب الاس. طب بص الجملة دي he used to be sad but now he isn't. طب انا ليه ما حطيتش هنا doesn't زي ما حطينا في الجملة الأولانية؟ لأن used to لما يجي بعديها verb to be مش هنفيها ب don't و doesn't، هم هنفيها بإيه؟ هنفيها ب am not، ب isn't، ب aren't. يعني بدل he دي لو كانت we used to be sad but now we are not. I no longer، كلمة no longer I used to walk، كنت متعودة أروح المدرسة، معناها I no longer walk to school، إن أنا لم أعد أمشي إلى المدرسة. وخلي بالنا إن كلمة no longer بيجي بعديها إن، بيجي بعديها يا إما infinitive يا إما فعل في آخره إس لو قبليها هي أو شي أو إت، عاملة زي كلمات المضارع البسيط كده. I no longer walk to school، he no longer walks to school. عايزة أنفي الجملة دي هقول he doesn't walk to school any longer. يعني إحنا عندنا دلوقتي كلمة any longer و any more بيجوا في آخر الجملة وبنفيهم بدونت أو doesn't. He doesn't walk to school any longer. ده كده ملخص قاعدة used to.